اعتكفت في بيتها 13 سنة وسابتها من الفن. اتجوزت مرتين، واحد راح في حادثة عربية والتاني كان عوض ربنا ليها وعمل لها حفل زفاف أسطوري على الطريقة الأمريكية. اعتزلت الفن سنة 2013 واتجهت للعمل السياسي وقدمت في مجلس الشعب. تعالوا نعرف ايه سبب اعتزال تيسير فهم الفن وسر اختفائها المدة دي كلها، وايه ابرز الازمات في حياتها، وشكلها اتغير ازاي في اخر ظهور ليها. الفترة اللي فاتت فجأة الفنانة تيسير فهم الجمهور بالظهور في احد المهرجانات، وده بعد غياب دام 13 سنة. طبعا هنا الجمهور اتصدم جدا لانه كان فاكر ان سبب اختفائها هو اعتزالها الفن وانها بقت متدينة ومعتكفة في بيتها، لكن تيسير نفت الكلام ده وقالت انها ما اعتزلتش ولا حاجة وكل اللي بيتقال عنها اشاعات، لكن هي بس اتعرضت لصدمات كتير وتعب كان السبب في اختفائها. والحقيقة ان شكل تيسير كان متغير جدا في اخر ظهور، وكان باين عليها عامل السن، وده اللي استغربه الجمهور لانه بقالها 13 سنة ما شافش حتى صورة ليها. المهم من وقت ظهور تيسير والكل بقى بيتكلم عنها وتاريخها وازاي بعد ما كانت ايقونة في الفن تختفي كده مرة واحدة. عشان كده تعالوا نعرف مين هي اصلا تيسير فهمي اللي اثارت الجدل. اسمها تيسير حسن محمود فهمي، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية واتخرجت سنة 1977. عملت في البداية في مسرح الشباب بجانب تقديم بعض الأدوار السينمائية البسيطة. بدأت مسيرتها الفنية سنة 1975، وده من خلال دورها في فيلم بائعة الحب. بعدها مثلت في فيلم الصعود إلى الهاوية، وبعد كده انطلقت في مسيرتها لحد ما اختفت فترة كده عن الظهور. لكن المفاجأة اللي قالتها تيسير إنها كانت الفترة دي بتمثل، لكن أعمالها كانت بتتعرض برا مصر. وكشفت تيسير سبب منع عملها لمدة 5 سنين من العرض على التلفزيون المصري، وحدوث خلاف بينها وبين مسؤول كان بيسيطر على الانتاج في مصر. وقت الخلاف حلف عليها المسؤول ده وقال لها مش هتخش التلفزيون تاني، وفعلا حقق كلامه وشغلي كله اتمنع من العرض في التلفزيون المصري، وحتى لو عملت شغل في القطاع الخاص كان بيتمنع من العرض برضه. وقتها جالي اكتئاب وحالتي النفسية كانت سيئة لحد ما عملت مسلسل أبناء ولكن، وللأسف كان بيتعرض برا مصر وحقق نجاح كبير، ورغم النجاح ده كان ممنوع من العرض في التلفزيون المصري. وجوزي ساعدني وتواصل مع سهير الأترابي رئيسة التلفزيون المصري وحاول يقنعها، وفعلا اقتنعت واتعرض المسلسل وحقق نجاح كبير جدا. واما بقى بالنسبة للحياة الشخصية للفنانة تيسير فهمي، هنلاقي انها اتجوزت من الدكتور احمد ابو بكر بعد قصة حب قصيرة، وبدأت قصة حبهم في العمارة اللي كانوا عايشين فيها لانهم كانوا جيران وشافوا بعض اول مرة قدام الاسانسير وحبوا بعض واتجوزوا بعد سنة. وجوز الفنانة تيسير الدكتور احمد هو كان دكتور ورجل اعمال سافر امريكا ودرس هناك ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد الزراعي، واشتغل في وزارة الزراعة في امريكا واخد الجنسية الامريكية وبقى مليونير امريكي سنة 75، وبعدها تم انتخابها رئيسة للمجلس العربي الامريكي للتبادل الاقتصادي وده كان سنة 79. وفرح تيسير وقتها تصدر عنوان الصحف، وكان حفل ضخم حضره كل النجوم في مصر. والصحافة وصفت ليلة فرح تيسير زفاف تيسير فهمي ليلة رقص فيها النجوم على واحدة حتى مطلع الفجر. ودي ما كانتش أول جوازة للفنانة تيسير فهمي، فهي اتجوزت قبل كده من سمير حجازي اللي رحل في حادثة عربية، وبعدها قابلت الدكتور أحمد واتجوزته. وتعتبر تيسير من الفنانات اللي بيهتموا بالعمل السياسي جدا، وسبق وأعلنت اعتزالها الفني نهائيا في عام 2013، وقالت إنها اعتزلت عشان تخوض الانتخابات البرلمانية، ورشحت نفسها فعلا في انتخابات مجلس الشعب عند دائرة قصر النيل من خلال الحزب اللي أسسته وهو حزب المساواة والتنمية، لكن الصدمة إنها رجعت في كلامها وسحبت ورقها واختفت نهائي.